تابع مشاهدينا فقرات صباح اليوم، نوصل لهلا وقتها مع دانيا دبيبو. صباح الخير دانيا. صباح الانوار. اليوم حلو كثير الموضوع، موضوع حول التسامح والسذاجه. يعني اذا كانوا مرتبطين او مش مرتبطين، شو علاقتهم ببعضهم، وهل دائما اللي بيسامح كثير بيقولوا عنه ساذج او قلبه طيب او بسيط او بسيط. خلينا نبلش اول شيء هيك نعرف شوي ما معنى المسامحه او التسامح. هي شوفي شغله اللي بنعملها في ناس كثير، لما نحن كمعالجين نفسيين اذا بيجي لعنا حدا عنده قهر، عنده عذاب من اشياء صارت معه، بتعرفي انت انه بحياتنا بيقطع الواحد بكثير شغلات قليمه بتعذبنا، من انه اذا الاهل تخلوا عن اولادهم او اهملوا اولادهم، او الخيانات بين الاصحاب، الخيانات الزوجيه، لا بتتطور لاشياء بعد كمان سرقه، جرائم قتل، هيك سو اللي بيكون متضرر منها بيقطع بكثير حالات نفسيه صعبه والم، وبتحول هيدا الالم لعذاب بصير طويل. سو كثير بنشجع يعني نحن وعم نشتغل مع الشخص انه يلجا اخر شيء، يعني من بعد ما نختبر كل العواطف نعرف شو القصه وكذا، اتس بروسيس اللي بدنا نوصل اخر شيء انه يطلع منه هيدا الموضوع بانه يسامح على الشيء اللي صار. اذا كان هالشخص الثاني غلطان معه، هلا في اغلاط خفيفه، ايه بتفرق غلطه في ايه غلطة. في اغلاط كثير كبيره اللي بيقولوا لك لا تختفر، بصير بيستغرب الواحد انه كيف عم تطلبي مني سامح انا لشيء هيك؟ طب اذا سامحته بصير بعيده، بس ما بنفس الوقت اللي ما عم بيسامح يعني قاعد بحبس ذهني، هو عم بيضلوا الموضوع بفكره وعم بيعذب هو حاله. يعني نحن لما ما منسامح منكون الشخص الثاني عايش حياته بس نحن اللي عم نتعذب. سو هي في ناس بتفهمها كتير غلط، وهون منبلش منوضح لهم يا عمي المسامحة هي بتعملها شيء لإلك، هي معناتها انه قرار، انا بقول انا ما بدي خلي حالي اتعذب من الموضوع، خلص هيدي شغلي صارت وقطعت، انا بدي حطها وراي وبدي اعتبر انه هيدا الشخص خلص بدي صير عامله بدون حاجة للانتقام والغضب. يعني فيها تخلي شوي عن هالشعور اني انا بدي انتقم، انا بفرجيه، انا بدي رد الصاع. عايش غليان كل الوقت، هي هيدي ما بيقدر الواحد يسامح اذا بعده عم يغلي. منشان هيك منقول هيدي شغلة بتطول للواحد يوصل لها، ويمكن الواحد ما يوصل لها، بس قديش بيريح حاله الواحد لما خلص بيقول بينه وبين حاله هيدا التسامح، ما انه ضرورة تقولي له للشخص انا سامحتك، يمكن تسامحيه بينك وبين حالك وما تعودي تشوفيه. صح. في مش معناتها ارجع ابني علاقة. أيوة. او كون راضخة. ايه سو بتعرفي شو بيقولوا ماجي؟ الغبي لا بيسامح ولا بينسى. الساذج هيدا بيسامح وبينسى. الإنسان المقرقح شوي، الحنك، الذكي، هو اللي بيسامح بس ما بينسى. سو بنخليها شغلة نتعلم منها، ناخد حذرنا منها، بس أنا بدي ريح حالي من الموضوع، أنا ما بدي خلي هيدا الشخص يكون هو مسيطر علي وعلى تفكيري. سو هيدي لما بيوصل الواحد لهيدا الأمان الداخلي، الشعور إنه خلص أنا عايشي في سلام داخلي، ما بدي اهتم أنا بشو عمل فيي. يعني إذا واحد هينك سبك ومسح فيك الأرض وهيكي، طب انت هيدا لما بتفكريها هيدي شغله انه عرفتك هيدي اللي مسبه، ايه بتتضايقي، بس انت لما بتصفني وبتقولي انا ما حخليه هو يعرفني، انا بعرف حالي مين انا، هيدي تسامح. انه انا في طريقه دانيا لواحد يقرر انه يسامح، صح؟ يعني مثل ما قلت اوقات الناس بتفهمها انه انا لا ولا يمكن سامحه اللي عملوا فيي هيك، اللي عملوا، بضل نتذكر هالقصص ونعبيها براسنا. نعم. هل طريقه انه نحن نقدر نسامح كرمالنا كرمال حالنا هي انه نفضي منا كل هالمشاعر الحسينه؟ أيوة. وبعدين ناخذ القرار. هي هيك، هي بياخذ مرات كثير القرار بيجي قبل، لان مرات بيقرروا الناس انا خلاص بدي سامحه، طب ما عم بقدر، عم بغلي، بعدني عم بغلي، ما في، مش بايدي قد ما بيكون في وقعه اليم. سو هون بتصير المرحله الثانيه اللي هي التفريغ، وهون اللي بيصير الواحد لما بيقعد مرات كثير، انت اذا مثلا صديق لك كثير حميم عمل معي غلطه كثير رهيبه، بنصير بنشجعهم انه طيب اوكي حطوا حالكم محله لهيدا الشخص، شوفوا كيف ربي هو، كيف يعني ترعرع،
شو نفسيته، شو عم بيقطع بشغلات لما بيقعدوا بيحكولي مثلا كيف هو تربيته او كيف ظروفه هون، يعني هيدي بتصير بتسهل انه الواحد يقدر يسامحه على هالغلطة الكبيرة. ومرات كتير اللي بيساعد انه نعرف انه الظرف خارج عن ارادته للشخص او نفهم نفسيته، واللي كتير بيساعد اكتر ماجي انه الشخص يكون عم بيقلك انه ندمان ويعتذر. في ناس ما عندهم دراية، لا ما بيكون بقلك لا انا انه ما انا الغلطان. طب هون بتصيري بتحسي حالك عم تصعب عليك الشغله، كيف بدك تسامحيه اذا بعده مصر انه لا هو اللي معه حق وما عمل شيء؟ شو الحل هون بهيك حاله؟ ما هي في يعني بنمرق باخذ وعطى واخذ وعطى، مشان هيك بتاخذ وقت هيدي قصه المسامحه. اذا واحد بينه وبين حاله بتتسرع اذا في حدا معه عم يساله وعم نوضح الشغله. سو بده اول شيء الواحد يزعل يزعل وياخذ الدروس منا لشو اللي صار، ويعني يفهم الموضوع وبعدين ياخذ القرار انه انا خلص انا هيدي الشغله ما بقى بدي خليها تاثر علي، ويفوت بمراحل اللي يعزز المحيط تاعه يعمل تجارب ايجابيه ليقدر يسامح. صحيح. انت اذا بظرف عايشه ماجي بعده عم يتكرر الخطا مره واثنين وثلاثه، مثل وضع احنا هلا مثلا بلبنان. صحيح. انه طب يعني خربوا البلد انه ويعني الاخطاء بعدها عم تتكرر وبعدها عم طب كيف بدي سامح انا هون؟ عشان هيك في صعوبه. يمكن الحرب الاهليه القديمه اللي قطعنا فيها خلص انه هيدي طويناها لان قدرنا نقلع من بعدها، يمكن صار في مسامحه على الشيء اللي صار. انه ما بقى في غيره هيدا الشيء اللي مضي، بس انه هلا بعدنا عايشين فيها. انا كيف بدي اوصل لمواقف الشخص نفسه بتساعده يسامح؟ يعني انا باخذ موقف مثلا بحاسب اذا هلا عم نحكي عن الحاله الاجتماعيه يريحني اني خلص انسى هالاذى. اوكي، هيدا اللي بتعطيك اياه هيدا الشعور انه انا بقدر سامح. بحس الواحد حاله بانه قوي، خاصه اذا عنده خيارات. نحن المسامحه بنقول انه هي بس تخلي عن الرغبه بالانتقام وانه بدي قاصصه. فيها يضل الواحد يطلب العدالة، ما بضروري انه اذا سامحت ما بدي اطلب عدالة، لا حضلني اطلبها العدالة، بس انا وعم بطلبها بدي اكون رايقة على انا وضعي. مرتاح كرمين نفسي. ايوه، انه اقدر انا اوصل للي بدي اياه بطرق سلمية. شو بيقول سيدنا المسيح؟ من ضربك على خدك الأيمن دور له. ليه؟ مش لأنه طنش يعني، بس لحتى نخفف العنف شوي. ما بدنا نرد الصاع صاعين، بدنا نوصل لإشياء لتحقيق عدالة، بس بدنا نوصل لها ونحن عم نتطلع فيه للشخص وعم نبتسم، مش عم بغلي. مش لأنه هيدا الغليان ماجي هو اللي بضرنا جسديا نفسيا. يعني أغلب الأبحاث بتشير انه هيدا لما الواحد عرفتي مقهور، هل عايش بالذل والقهر والعذاب النفسي والألم النفسي، كل ما عم بيتذكر الموضوع عم بيضخ جسمه الكورتيزول، هيدا ستريس هرمون اللي مرة حكينا، هيدا الضخ يعني فاتح الحنفية سموم بالجسم، ما هيدي اللي عم بتجيب أمراض، اللي بيصير فيه مشاكل قلب، ضغط العالي، الكانسر اللي مرتبط. لما بنشتغل مع ناس عندهم هيك أمراض اللي هيك مصنعصية، كتير نشوف الماضي تاعهم هني شو قاطع معهم، وين علقانين وبعدهم عرفتي ما سامحوا الظرف، ما تفهموا الظرف. صحيح. ما سامحوا هالأشخاص اللي يعني أذيتهم. سو بتصير مرات يعني لحتى نساعدهم يشفوا من هالأمراض منحل الأمور النفسية اللي كانوا علقانين عنا وهون بينطلقوا. سو هيدي قصة المسامحة كتير مهمة للواحد يكون مرتاح نفسيا، كتير عندها فوائد لا تعد ولا تحصى. رح نحكي عنها قديش تفيدنا صحيا، بس كمان يعني بحب اسألك هون عن واحد كيف ممكن يسامح نفسه. يعني هلا عم نحكي عن الاخرين يلي بيأذونا وكيف ممكن نسامحهم وقديه مهم نسامحهم كرمالنا. نعم. طيب قديه ممكن اذا نحن اخطأنا
بحق حالنا أو بحق غيرنا أو كيف ما كان. قدي مهم أنه نسامح حالنا. كتير مهمة، لأنه ما في حدا ما بيغلط ونحن بنغلط، وبتلاقي في طباع شخصية قاسية على حالها أكتر من غيرها. طبعا. سو كمان يعني ما غيرنا عم بيغلط معنا، كمان نحن عم نغلط، عم نكبر، عم نتطور بالعمر. ليش بدي ضلني عم لوم حالي على إشي سويتها قبل؟ أنا قرار أخذته ما كان لازم أخذه. أنا ندمين يعني، بدل واحد هيك لو ما عملت هيك، لو ما قلت هيك. سو هون كمان بدنا نوصل يعني لمرحلة إنه طيب صارت، في غيرها، في يتعلم منها. بس صح. سو هون هيدا بنسميه سيلف كومباشن، التعاطف مع الذات. افهم انا انه انا لتصرفت هيك كان عندي ظروف معينه خلتني اتصرف هيك، هلا ما ممكن عيدها انا مثلا. يصير الواحد هيك يهونها على حاله شوي، وكيف بحب غيره يعامله، بس بحب بكل عطف وكل حنان وكذا. بدنا نكون نحن مع حالنا هيك عطوفين ومتفهمين وكذا، ويعني تشجع حالنا شوي، لان كمان مرات هيدي الامراض النفسيه بتيجي لانه واحد زعلان من حاله. صحيح. ما سامح حاله. الاكتئاب مرات كتير بيقولوا غضب منصب داخليا. الواحد بيكون كتير عنده شعور بالذنب على شيء عمله أو ما عمله، ما تصرف وما عم بيسامح حاله. منشان هيك هذه لنوصلها كتير منيحة. نعم. كتير فيها فوائد، اللي يعني في أبحاث قالت إنه هيدا المسامحة بتخفف ضغط نفسي، بتخفف اكتئاب، بتخفف مشاكل الألم، بتخلي للواحد يصير إيجابي أكتر. يعني هيك عم يوصل لهيدي الزن أتيتيود، إنه السلام الداخلي اللي بيصير تفكيره إيجابي وكتير متأمل. كتير مهمة لحل النزاعات، بيصير عنده الواحد مهارة إنه خلص بدنا نطر الأمور، خاصة بين الشريكين الزوجين. إذا بيكونوا ما عم بيسامحوا بعض، عم بيمركوا إيه 1-0، شفت كيف عملت فيه أنا بفرجيك، بدي بيصير بعض كل الوقت. بينما إذا هن يعني أخطأ الشريك، أنا عم بيجي بقول له أوكي خلاص خلينا نتعلم منها نحطها ورانا، بيحس هالشريك إنه في تعاون، بيصير بيعمل جهد أكبر، بيصير بيعرفتي. صحيح. لأنه هيدي المهمة بالعلاقة الزوجية، يكون فيها التفاهم وإنه اثنيناتنا عم نتعاون لننجحها هالعلاقة. وفي كمان لما الواحد هيك بيعمل هيدا التسامح بيتغذى عنده الشق الروحاني. بتعرفي أنت أغلب الديانات بتشجع على التسامح والمسامحة. ليه؟ لأن إلها كتير فوائد، يعني بتخلي المجتمع عم بيعيش بسلاسة أكتر. كتير يعني إذا بتقدي بتقري على منافع التسامح، كتير مهمة للشخص، ويمكن للشخص اللي عم نسامحه. ما ضروري مرات يعرف، يمكن نعلمه درس حتى، مش بس نحن نتعلم. بيقولوا لك أحسن انتقام هي إنك ما تصيري مثل اللي غلط معك، ما تصيري مثل عدوك. صحيح. يعني هيدي بتكون انتقام كتير مهم. كتير مهم دانيا اللي عم تحكي، مع أنه أوقات نحن منتشبس يعني برأينا، منقول هذا الشخص كرر كتير أغلاطه معي، كيف أنا بدي سامحه؟ ما هو بعده عم يغلط معي، وبعده عم يعني أكيد بده مجهود، بس هو الهدف الرئيسي منه أكون أنا مرتاحة من جوا، لأقدر شوف القصص بدرس، برسالة، مش ضلني عم يعني عم بغلي مثل ما بيقولوا، أو عم بحاول أنه أنتقم. هل ممكن يكون التسامح تربية كمان دانيا؟ يعني ممكن نربي أولادنا على هالفكرة، بتصير أسهل بس يكبروا. مزبوط. وهي هاي يعني لما شافوا مين عنده القدرة على التسامح أكتر، بيقولوا في طبيعة أشخاص اللي فعلا يكونوا سموحين أسهل من غيرهم، وهيدي من غزية إيه بالتربية بالتعاليم. ما أنت عم تخلقي قيم لما عم بتربي أولادك، قالوا كيف يتصرفوا، لا أوعك تسكت له، صح ضربه تضربه. إيه يعني مرات يا أما عم تعلمي ولادك انت. صحيح. على الاقتصاص، يا اما عم تعلميهم على انه يكونوا منيح، ويمكن من تطليعه وحده بالشخص يحجموه. صحيح. هذه تطليعه منيحه. انه طبعا في موقف لازم يكفوه ما يكونوا يعني. نعم. وكمان الاهل مسؤولين عن اذا بيطلعوا الاولاد ساذجين، ما بيطالبوا بحقهم. طبعا. لان اللي عم تقولي انت، اذا واحد طيب ضل عم بيغلط معي مره واثنين وثلاثه واربعه،
وانا عم سامح ومرق سامح ومرق انه انا بدي اكون منيحه. طب ما انا ما بدي اكون شمعه اللي عم تنطفئ في سبيل الاخرين. صحيح. من السذاجه انك تكوني عم بتسامحي كثير والأذى مستديم، الأذى عم بيكمل. صحيح. ما في الواحد يعملها غير ما عن جد يكون منه داري أبعادها، ويمكن الواحد ما بيقدر بيساعدها إيه، وهون بحس بالضعف. بس في ناس ما بتحب المواجهة، ما بتحب. هيدا مختلف في الموضوع. إيه؟ هون بتصير سذاجة. إذا أنت عم تتعرضي لأذية كل الوقت وما عم بتطالبي بحقوقك، سذاجة إنك. صحيح. ما تقولي أنا هيدا التصرف ما بريده، ما بسمح فيه. انسي الشخص، ما بدك تتهمي الشخص إنه أنت ما منيح، بدك تقولي هيدا التصرف ما منيح. إليها للكلمة. صحيح. من السذاجة. وحدا ياخد موقف منها أو يحاسب إيه؟ عليها إيه؟ وينسيها، بيكون إيه؟ أخذ عدالته وما وصل. هون بتصير القوة. يعني ما بتعود سذاجة إنه أنا عم بسكت وعم طقطق رأسي. في ناس ما بتعرف، ما تعلمت كيف انه الطالب بتخاف تواجه. بتخاف. هود الناس اكثر شيء بينأذوا. إيه؟ وبيضلوا ينأذوا وبيضلوا ينأذوا يلي ما بيقدروا يسمحوا انه ينأذوا. بفهم ما يكون عنده خيار الواحد انه يعمل شيء بالنسبه للوضع ويكمل، بس بده يقول موقف، بده يقول شيء لحتى بس يحس حاله انه عنده صوت، هو عنده كلمه. صحيح. عم بيقولها، ما انه يلا منطنش كانه ما في شيء. هول من جوا بيكونوا عم بيتاكلوا ماجي طبعا، عم بيتعذبوا ويمرضوا 100%. نعم. حلو كثير موضوع دانيا دبيبو، شكرا لك. يا هلا يا هلا. لهالمقاربه الحلوه اليوم يلي عملناها على انواع نوعين من المشاعر بنعيشهم كل يوم بحياتنا، ضروري نفرق بيناتهم، واذا مزجنا بيناتهم كيف نقدر نكون عايشين. نعم. هيدا السلام الداخلي. شكرا دانيا. يا هلا.